وهذه كل السالفة يا خالي. ما كفاك يا أبو بدر عذابه وياك طول هالسنين؟ ما كفاك حرماننا من بعض وإحنا عايشين في هالدنيا؟ حرمتنا من بعض للأبد. أنت ما تستحي. ما قلت لك لا تخلي ريلك تتعود وايد على دخلة هالبيت؟ وأعتقد ما في داعي كل ساعة داش وطالع علينا. ساعات الوقاحة لما تعمر في صدر الواحد لساني يقول كل شيء. اطلع اطلع، حتى هني لسانك متبري منك. عايشة، الكلام اللي سمعته من حنين هو اللي صار بالضبط؟ اي نعم احمد، هو اللي صار، بس ما كان يقصد. اللي سويته فيني يا ابو بدر ما يسوي حتى العدو في عدوه. خاطري اعرف يا هدى، انا قصرت معاك في شنو؟ شنو بس اللي يرضيك ويريحك؟ انت لو تامرين على ماي عيوني ما تاخرت. فيك اشوف اصفرت الوانك. ما فيني شيء، وش تبغي؟ لا 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 لا، خير خير ان شاء الله وكل خير، ما بالله كل خير. بس انا اقول كل يوم والثاني تمر على العشاء لا سلام ولا كلام. في بعد بيننا سلام ولا كلام بعد اللي سويتونه فيي؟ الخشب يبين عليها ثقيله، الشايل فيها قواطي من الصبح وانا قاعد المهم. كل هذا لميته بروحك؟ ايش دعوه؟ كم ايد عندك انت كم رجول؟ اسمع عاد بقولها لكم الاخير، اللي في الكيس هذا 50-50. بتقاسمني في حرق جبيني؟ تدري كسرت خاطري، ما بقاسمك في عرق جبينك، باخذ الكيس كله، واذا مو بعاجبك ترى بنروح الشرطه ها؟ وبنقسم هناك. الشرطه؟ شف عرفت، طلعت على حقيقتك يا الحرامي، ها من عرق جبيني. اذلب فارق الله فارق. كل يوم تعال من هني. يا قلبي يا قلبي ما علينا يا حبيبي ما علينا، ومن كلام الناس ما كنا درينا، وما علينا يا
حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا لو يقولوا عننا مهما يقولوا لو يقولوا عننا ومهما يقولوا انتهينا عاد حنا اللي بدينا وش هالخيشه هذا رزق رزق يا فوزي رزق لا على البال ولا على الخاطر زين اللي اعتدلت في قعدتك علشان تسمعين اللي بقوله زين اظل هني وانتهت السالفه وابو بدر ما تعود يسامح اللي غلط في حقه واذا سامح ما ينسى وانت باللي سويتيه محيتي كلمه عزه لك في قلبي بس انت يا ابو بدر بتعرف انه انا اللي اعرف انك خلاص انتهيتي من حياتي تكملين هالكم مليون في المستشفى والولد يبقى هني يتربى هني وانت باي باي مع السلامة الدرب اللي تودي ما تجيب حرام عليك يا ابو بدر في اب بيحرم ام من ضناها حرمت عليك عيشتك انت زوجة وفاشلة اشلون بعد ام تاخذين كل اللي تبينه وكل شيء بثمنه ولا عاد اشوف رقعة وجهك هني يشتري ابني مني ما في ام تبيع بناها يا ابو بدر اطمني يا نوره ولا تديرين بال انت بتطلعين من هني على البيت وبتعيشين معانا هذه وصية المرحومة ما قلتي لي شلون بدوري اليوم ايش فيك هالايام يا هدى مو على بعضك نفسك مسدودة عن كل شيء وخاطرك خاطرك كله متكتر المسكين خالد ايش ذنبه يبي يسوي اي شيء يرضيك وانت تعرفينه هو ايش كثر يحبك ايه نظف الشوارع زين ما زين لا يبقى فيها قوطي وانا اشوف الناس تجمع في هالقواطي أثريها شغلة فايدتها عودة إيه همتك عاش فوزي لا يكون يفلت القوطي منك بل 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 إيه دار الزمن خلص غوص البحر ويا زمن غوص الدرامات يمكن تقولين مجنون بس تدرين ان الحب ما يحلى من غير جنون هدى توعديني كل ليلة الساعة 10 نغمض عيننا ونتذكر بعض مو بس نتذكر بعض لما نغمض عيننا يا ريت نقول لبعض كل اللي نتمناه وكل اللي نحلم فيه تدري ايش اللي قاعد اشوفه الحين اشوف حياتي ظلام
ما يضوي غير نورك. وأنا مغمضة ما أحلم بغير أني أشوفك سعيد ومتهني. اللي يسعفه حظه ويكون قريب منك لازم يكون مجنون يا هدى. لازم يتمنى الزمن يتوقف علشان يطالع بعينك. لازم كل أحلامه تصير حلم واحد اسمه هدى. توعديني الابتسامة هذه ما تصير ملك غيري؟ أوعدك. روحي وعقلك كلهم عندك. أنا ما أدري هالكم من يوم شلون مروا علينا في البيت. تقول عين وصابتنا مشاكل ما كانت تخطر على البال. وفات أمي ومشاكل رأس البلد اللي ما تسمى نورة. أنا ما أدري هذه من وين طلعت لنا. لا يا حنين، أنا ما بيش تحسين إنك أنت بروحك. حط في بالك عدل إن أحزانك هي أحزاني واللي ضايقك ضايقني. تأكد يا ناصر، أنت الشخص الوحيد اللي أشكي له همومي وأفتح له قلبي. أنت مو بغريب، أنت الوحيد اللي لما أكلمه أحس إني أكلم روحي. المهم ديري بالك على نفسك وأنا ما أبي أطول عليك، وخليني على اتصال. طمنين عليك عاد. يلا مع السلامة. هذه يا خميس أوراق المولود الثبوتية، أوراق المستشفى وجوازي وجواز أمه. طلع على جواز وبطاقة. زين؟ إن شاء الله طال عمرك تامر. طال عمرك لا تشيل هم، أنت عليك تامر وإحنا ننفذ. في هالوقت والظروف اللي أنا فيها لا ينفع أمر ولا يفيد تنفيذ. وصية المرحومة يا خميس قاعدة لمثل العظم في البلعوم. روح 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 خلص الأوراق، وعلى طريقك قول حق السكرتيرة تخلص أوراق المعاملات وتجهزها، وتروح قدامي تنطرني هناك في المكتب الرئيسي، أنا واجيهم هناك. إن شاء الله. تامر طال عمرك. مدام هي عندي في البيت وتحت عيني، بجرح السم قطرة قطرة ليه ما تطفش وتطلع من الديرة. وروحها بلا رجعة. حياك الله يا نورة في بيتك وبيت ولدك. الله يرحمه. أنا ما في شي جواتي يعبر عن الإحساس اللي زرعته جواتي. أم بدر مفضلة علي، وحتى بعد ما ماتت هذا البيت بيته وأنا ضيفة عنده. هذا من طيبك يا نورة. أنا بيك الحين بس ترتاح. تعالي يا حنين، تعالي باركي النورة
وشوفي اخوك بدر. اخوي بدر الله اختاره من زمان. شغلك مع الشغل؟ الواحد ما يكون مرتاح بشغله الا لما يكون مرتاح ببيته. لا تخلي في بالك يا خالد، ساعات الواحد يكون متضايق وما يعرف ليش متضايق، بس بعدين يصير عادي عند الموضوع ولا كنا صار شيء. لا حس يا هدى اكبر من واحد متضايق، احس ان التفاهم بيننا مفقود. ساعات افكر في كلامك واقول من حاجة أنها تتملل وتزهق. بس أوعدك يا هدى إني أنا أرتب أموري بالشغل، وإذا سالفة العيال أشيلينها أيون في وقتهم. يا خالد حالات العيال يون، وإحنا الاثنين متفاهمين ومستعدين لهالشي. أنت عارف إن العيال مسؤوليتهم مسؤولية عودة. صح كلامك، على قولتك العيال مسؤولية كبيرة، بس كل واحد يتزوج ما يحلم إلا بالعيال يبنون عليه حياته. هذه غرفتك يا نورة، وسرير الياهل بعد جاهز، والعابة بعد. يسلموا ايديك يا عايشة، أنا ما بعرف ولكي شو كان صار فيني. راحتك من راحة الياهل يا نورة، ما بيك تديرين بال، أبيك تطمني. بسم الله. يلا أنا ذاك. عايشة لو سمحتي، هاي الغرفة إلا مفتاح؟ بس مفتاح؟ أنتي تامرين يا نورة، هات هذا المفتاح. تبين شيء ثاني بعد؟ ما يأمر عليك يا ظالم، يسلموا إيديك يا رب. لا شكر على واجب، المهم أهم شيء إنك ترتاحين الحين. بيشوفك. روح انت وسكر البابرات. انت خلاص اتعودت ريلك على دخلة هالمكتب، ايش تبي بعد جاي هالمرة؟ ولا جاي تصفي حسابات قديمة؟ حساباتك يا ابو بدر فيه القديم وفيه الجديد. ايه، وانت تحب نبتدي من اي حساب فيهم؟ ترى افضال ابوك، اقصد المرحوم عمي، ما يحتاج يتعيدها علي، حافظها. واذا تبيني اريح قلبك انا ممكن اعيدها عليك. ما يحتاج تقولي عن جحودك، هذه الصفة انا اعرفها فيك من زمان، بس حبيت انور افكارك واقول لك ان اللي قتل ولدك بدر هو أنت يا أبو بدر. أنا تحملت كل شيء، انسجنت بدل طيشك وتهورك، انحرمت سنين من ريحة أهلي. أنا تحملت وصبرت وضحيت بحياتي وسعادة بيتي علشان حياتك وسعادة بيتك. سكت علشان احفظ صورتك قدام زوجتك وبنتك.
عيبك يا استاذ احمد يا ولد عمي انك ساعات تنسى انت تتكلم مع من. انت تتكلم مع ابو بدر اللي عاجن الدنيا وخابزها عدل. انت ما ضحيت وصبرت وسكت علشان خاطر زوجتي وبنتي مثل ما تقول. انت عامل حساب يبا حق قلبك وحبيبة قلبك اختي وبنت عمك عايشة، لكن يكون في علمك بخليك عليها بحسرتك كذي طول عمرك. هذه أطباعك ما بتتغير، تقتل القتيل وتمشي بجنازته. أمس دم ولدك بدر واليوم دم زوجتك. أما أنا بفوض أمري لله، ولك يوم يا أبو بدر، لك يوم. هذه اللي جاي تقوله يا ولد عمي علشان تعكر دمي وتروح.